اسامه كحت لو بقيت كم الصبح اسمه كي سيشن بوينت موجود في الايزو 10052. ده المقصود بيها ان في نقطه على خط اللايف سايكل دوره حياه المشروع هيبقى في كذا نقطه عند كل تسليمه بنبدا نقف ونبدا نشوف هل هنكمل مع الشخص دوت او هنكمل مع الشركه بتعمل الحاجه دي ولا لا. تمام، يعني خلصنا مثلا مرحله التصميم في النقط، هل ده هيكمل معانا المرحله اللي بعديها ولا كفايه كده؟ لان هو ممكن نبدا نقيم الشغل بتاعه.